الخير، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده من هنا العاصمه. برحب باي مشاهد بيتابعنا في مصر وخارج مصر، اهلا بيكم، منتظرين متابعتكم ومساهمتكم معانا في حلقتنا وفي حواراتنا من خلال صفحتنا. والنهارده قبل ما ابدا باخبارنا المحليه والعالميه اللي نالت اهتمام حضراتكم وبنوفر معلومات اكتر وتفاصيل عن كل خبر على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بدعو حضراتكم لمتابعه حواراتنا. حوارنا الاول هنتكلم فيه عن ذكرى حدثت النهارده من 65 سنة. في 29 أكتوبر 54 صدر قرار الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بحل تنظيم الإخوان بعد محاولة الإخوان لاغتيال جمال عبد الناصر في حادث المنشية في اسكندرية، هذا الحادث الشهير. ويمكن ما كانش هو ده قرار الحل لهذه الجماعة الوحيد اللي صدر ضدهم، سبقوا قرار في 8 ديسمبر 48 من قبل محمود فهمي النقراشي، وكان نتيجته اغتيال الجماعة للنقراشي باشا بعدها بعشرة أيام من القرار. كان قرار الحل الثالث لهذا التنظيم بعد 30 من يونيو، الثورة العظيمة اللي أطاحت بحكمهم حكم الإخوان. والحقيقة في كل قرار كان بيتضمن في فحواه وفي مضمونه حل لهذا التنظيم كان مسلسل من الجرائم بترتكب ضد الدولة وضد المجتمع المصري كرد على هذا القرار، جرائم من العنف ومن الدماء اللي بتنزف للمدنيين. وحاليا بيتم ممارسة التحريض بأكاذيب ضد الدولة، أكاذيب مستمرة طوال الوقت، منابر إعلامية بتؤكد على هذه الأكاذيب وعلى هذه الرسائل التابعة لأجندة هذه الجماعة. هنتكلم في هذا الحوار، الحوار الأول، مع الدكتور أحمد الشرباجي الباحث المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية عن هذه الأكاذيب وعن هذا التاريخ المتكرر والمتشابه في ردود أفعال هذه الجماعة ضد أي قرار يؤخذ تجاهها. هنشوف كمان وقفة المجتمع المصري وتضامنه مع الجيش ومع الأجهزة الأمنية في تجاوز أي أزمة عبر الأزمنة واجهت هذا الوطن. هنشوف محطات مهمة في عمر هذا الوطن، إزاي كان الشعب موجود في الصورة وجزء لا يتجزأ من هذه الصورة اللي اكتملت بوجودهم وبتضامنهم مع الجيش والأجهزة الأمنية للوقوف أمام أي تحديات ممكن مصر تكون قابلتها. حوارنا الثاني هنتكلم فيه عن مبادرة مهمة لحضرتك ولحضرتك ولكل والد ولكل مسؤول عن طفل، لأن في ناس كتيرة جدا بتربي أولاد مش أولادها وزيهم زي الأهل. في النهاية الموضوع واحد، في النهاية الطفل بعقليته بكيانه بشخصيته اللي لسه بتتكون مشهد واحد، ولذلك كانت المبادرة بتتكلم بصفة عامة عن التعامل مع الأطفال ولكن بشكل أكثر هدوءا. المبادرة اسمها بالهداوة مش بالأساوة. التعامل بقسوة مع الأطفال خصوصا مع بداية العام الدراسي أو على مر العام الدراسي وقت الامتحانات تحديدا بيكون فيها أحيانا صورة مش تمام، لأن العنف الأسري ده ممكن يكون بأشكال مختلفة، ممكن يكون بالعنف اللفظي، ممكن يكون بالعنف الجسدي، ممكن يكون بالتفرقة على اعتبار ان انا لما افرق بين الشاطر والتحصيله اقل في الدراسة او في الفهم او مختلف عن باقي اخواته اكيد ربنا هيكرمه ويقلده ويبقى كويس فانا ابتدي افرق كأم. حاجات كتيرة جدا هنفهمها مع المتخصصين، أكيد هم عندهم معلومات وهم أدرى وأعلم مني بهذا، لكن الشائع كده أنه ومن الأمور اللي بنتلقاها في البرنامج وحوادث بتجيلنا وبنقشها مع حضراتكم أنه في مشكلة في التعامل مع الأبناء ومع البنات في الأيام دي. ممكن تبقى المشكلة عند الوالد والوالدة مش عند الطفل بس، اللي أحيانا بنجد صعوبة في تربيته وفي تقويم سلوكه وأدائه، لكن لو إحنا اتبعنا طريق أفضل في التعامل، فهمناه، استوعبنا هذا الابن أو هذه الابنة بطموحاتهم بمشاكلهم، هتبقى الأمور أفضل بكتير. الموضوع ده مش سهل، لأن في ناس يعني عندها القصة دي متوارثة
ده لازم يتم التعامل بعنف مع البنت، وممكن تبقى البنت كمان ليها مساحه اكبر عندنا. خلينا نشوف الدكاتره النهارده معانا هيقولوا ايه. الدكتور خالد درويش مستشار المجلس القومي للامومه والطفوله هيكون ضيفنا، والاستاذ جمال فرويز استشاري الطب النفسي هيكون ايضا ضيفنا في هذا الحوار اللي بدعو حضراتكم لمتابعته. ان شاء الله نحاول نستفيد منهم بمعلومه تفيدنا في تربيه الاولاد والبنات، تفيدنا في التعامل معاهم وفي تغيرنا اذا ما كنا بنتجه لطريقه يعني للاسف نتائجها مش ايجابيه ومش كويسة، ومع كده احنا شايفين انها الطريقة الافضل. قد نقوم ايضا من انفسنا قبل ان نتحدث عن تقويم ابنائنا. هبدأ مع حضراتكم اول اخبارنا. النهاردة اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كبار المسؤولين بالدولة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق اول محمد زكي وزير الدفاع والانتاج الحربي، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، وسامح شكري وزير الخارجية، والمستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمهندس عمرو النصار وزير التجارة والصناعة، والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والسيد شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والدكتور منى محرز نائبة وزيرة الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية، نائبة وزير الزراعة. هذا الاجتماع كان هاما لأنه تناول عدد من الموضوعات. أكيد يعني مع هذا التجمع الكبير هيكون في الكثير من الملفات اللي مطروحة بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. واحد، توفير السلع. الاجتماع النهارده كان بيتكلم عن توفير السلع الاساسيه والضروريه الحياتيه اللازمه لكل مواطن. توفيرها بمعنى انها تكون موجوده، لانه في سلع موجوده ومهمه، لكن الكميات ايه؟ الاسعار اخبارها ايه؟ هنا هو المعنى الحقيقي لتوفير هذه السلع في مختلف المحافظات. ووجه الرئيس بتعزيز جهود ضبط الاسواق وتشديد الرقابه على منافذ البيع علشان ما يبقاش في اي خلل في التعامل ما بين البائع وما بين المستهلك في كل المحافظات، للتأكد من توافر السلع وزيادة المعروض من اللحوم، من الدواجن، من الأسماك. تكثيف الحملات الرقابية لرصد الممارسات الاحتكارية في الأسواق، بمعنى أنه ممكن تاجر يحتكر سلع معينة زي ما حصل قبل كده في مشاكل كتير، كانت سلع السكر، كانت سلع الرز على ما أتذكر، وكانت المشكلة الأساسية في أنه في تجار احتكروها وأخذوا المخزون بالكامل لتعبئته، وبالتالي هنا كان في نقص في السلع دي في السوق، وبدأت المشكلة والأزمة تتطور لأنه حصل عملية احتكار لسلع معينة، خاصة السلع اللي بتدعمها الدولة. والتأكد كمان من وصولها المستحقية من محدودي الدخل. يعني طول الوقت بنتكلم عن محدودين الدخل وعن السلع الموفرة ليهم والأغذية الموفرة ليهم، لكن ممكن تكون في النهاية الممر اللي بيوصل فيه الأغذية أو السلع دي للمستحقين، الناس اللي مفروض الدولة موجهة ليهم، مش موجود. وهنا طبعا بيحصل تجاوزات، وبالتالي الممر ده بيروح، الطريق ده بينتهي بيتلاشى. فهي دي النقطة كمان المهمة اللي النهاردة كان عليها حديث في هذا الاجتماع بالنسبة لتوفير السلع. تاني موضوع، المؤشرات الاقتصادية. الاجتماع كان بيتكلم عن تطورات مؤشرات الأداء الاقتصادية للدولة والتقدم اللي حصل في المشروعات القومية الكبيرة. وفي السياق ده شدد السيد الرئيس على مواصلة التنفيذ الدقيق للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي ومواصلة العمل في المشروعات التنموية وفقا لأعلى المعايير العالمية والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من تلك المشروعات. الرئيس أكد على ضرورة ترسيخ مفاهيم الشفافية وتعزيز الانتاجية ومكافحة كل صور الهدر والفساد لضمان جودة الخدمات اللي بتتقدم للمواطن وحفظ حقوقهم وتعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة داخل مصر. ثلاثة، كان مكافحة الإرهاب واحدة طبعا من الملفات التي لا يخلو أي اجتماع منها. تم في الاجتماع ده استعراض التطورات على صعيد الأوضاع الأمنية، مكافحة الإرهاب إزاي بتتم في الفترة الحالية، حيث وجه الرئيس بمواصلة الأجهزة المعنية ببذل أقصى الجهد للحفاظ على الأمن وتوفير الأمان للمواطنين، سواء في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف أو الأمن الجنائي، وده بغرض صون مقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي في كل أنحاء الجمهورية. الملف الرابع كان الملف الخارجي، العلاقات المصرية الخارجية.
الاجتماع تطرق لعدد من الموضوعات في هذا الشأن، من بينها تطور الأوضاع السياسية على الصعيدين الدولي والإقليمي في ضوء التحديات اللي بتهدد أمن المنطقة بالكامل وسبل مواجهة هذه التحديات بما يحفظ ويصون أمن مصر القومي بالكامل. دي كانت نبذة سريعة عن مضمون هذا اجتماع السيد الرئيس. اجتمع برئيس الوزراء وبالحكومة النهاردة، وكانت الملفات الاقتصادية حاضرة كما استعرضنا، واضح في المقام الأول، والمواطن وهموم المواطن أيضا، خاصة ما يتعلق بالأمور الحياتية، الأسواق، الأغذية، كانت أيضا بتتصدر هذا الاجتماع. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيد هايكو ماس وزير خارجية ألمانيا، وده بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية بالإضافة للسفير الألماني بالقاهرة. وزير خارجية ألمانيا نقل للرئيس تحيات المستشارة الألمانية أنجلا ميركل، وأكد اعتزاز بلاده بالعلاقات اللي بتجمع البلدين وبتربطهم ببعض باعتبارها طبعا محور الاستقرار والاتزان في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب دورها الأساسي، دور مصر في مكافحة الإرهاب، دور مصر في مكافحة الفكر المتطرف. أشار أيضا لحرص ألمانيا على دعم تلك العلاقات بما يضمن تعزيز الشراكة القائمة ما بين البلدين. اللقاء بحث عدد من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، خاصة على الصعيد الاقتصادي، التجاري، الاستثماري، الأمني. رحب الرئيس في هذا الصدد باهتمام الشركات الألمانية بضخ استثماراتها في مصر، وأعرب عن التطلع لزيادة الاستثمارات في ضوء التحسن المستمر لمناخ الأعمال. أكد الرئيس اهتمام مصر بالاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الألمانية لتوطين الصناعة فيها، والخبرات الألمانية العريقة في مجالات مختلفة زي مجال التعليم الأساسي، الجامعي، الفني، في ضوء طبعا ما تليه الدولة من أهمية قصوى لتطوير منظومة التعليم في مصر، إزاي ممكن نستفيد من ألمانيا وهي طبعا من الدول المتقدمة في التعليم. مصر بتتطلع دايما للاستفادة من الخبرات، للشراكة مع الجانب الأوروبي، والنهاردة ألمانيا متمثلة في وزير خارجيتها في هذا اللقاء كان في حديث معها على عملية ان احنا نستفيد من هذه الخبرات اللي موجودة في ألمانيا من خلال التعاون والتنسيق ما بين مصر وما بين ألمانيا في هذا المجال علشان نرتقي بمجال التعليم. أي إضافة في مجال التعليم من الخارج أكيد هيبقى لها لمسة يعني وهنشعر بها. تم التطرق ايضا لاخر التطورات في سوريا، لا سيما سبل الدفع بالحل السياسي لتسويه الازمه، حيث اكد الرئيس موقف مصر الداعم للحل السياسي في سوريا بما يحفظ كيان ووحده الدوله السوريه وسلامه اراضيها. انطلاق المرحلة الأخيرة للقبول بالبرنامج الرئاسي للتأهيل، تأهيل الشباب الأفريقي للقيادة، ده موضوعنا الثالث. الأكاديمية الوطنية للتدريب بدأت يوم الثلاثاء المرحلة الأخيرة من مراحل قبول الدفعة الثالثة بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة من خلال هذا التواجد اللي بتعلن فيه المقابلات الشخصية للمرشحين داخل مصر، وبيبقى لقاءات عن طريق سكايب من خلاله بيتم اللقاء في انترفيو بيتم مع الشخص المرشح لهذا البرنامج التدريبي من خارج البلاد، وطبعا بيتم اللقاء داخل الأكاديمية مع المسؤولين عن هذا اللقاء. البرنامج ده برنامج مفكر حضراتكم بنشأته وأساس البرنامج كان بناء على توجيهات من الرئيس السيسي وتوصيته في منتدى شباب العالم 2018 بأن يكون 2019 هو عام الشباب الأفريقي، ورئاسة مصر للاتحاد الأفريقي طبعا في 2019 كانت بتتضمنها الكثير من المبادرات، كانت دي واحدة منهم. وتم تخريج دفعتين فعلا بواقع 200 طالب من اصل 1000 شاب افريقي مستهدف ان هم يتدربوا داخل مظله البرنامج. وانشئت الاكاديميه الوطنيه للتدريب بموجب قرار جمهوري اصدره الرئيس السيسي في اغسطس 2017 لتكون قبله التطوير والتعلم في مصر وماناره التنميه وقاطره بناء الانسان ونهضته بالعلم والمعرفه على المستوى المحلي والاقليمي والدولي. كل التوفيق للقائمين على هذا العمل، وكمان الشباب اللي رشح لنيل هذه المهمة وهي التدريب في هذه الأكاديمية، برنامج غاية في الأهمية، البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، لأنه في الآخر القيادة
الإدارة هي واحدة من الأمور اللي بتنضبط بها أحوال الأوطان والبلاد. الإدارة إذا كانت موجودة وإذا كانت يعني بتقوم على شكل سليم وصحيح، بالتالي كل ما يأتي بعدها داخل أي هيكل إداري، داخل أي هيكل تنظيمي، أي هيكل في أي منشأة، هيكون سليم وهيكون متماسك، وهتكون النتيجة اللي مطلوبة ممكن تفوق التوقعات إذا ما كانت القيادة والإدارة فعلا في مكانها السليم. قتل 13 عنصرا إرهابيا في ضربة أمنية جديدة في العريش. توفرت معلومات لقطاع الأمن الوطني عن اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية لمنزل مهجور داخل مزرعة، وبدأت التحركات الأمنية على الفور تجاه هذا المنزل بحي الحوص دائرة قسم شرطة أول العريش، لأن المنزل ده كانت فيه بلاغات ضده بأنه فيه وكر ويعتبر من المراكز اللي بيتم منها تنفيذ العمليات العدائية. تم على الفور التعامل مع المعلومات اللي وصلت للأجهزة الأمنية واستهدفت هذا الوكر الإرهابي، وتم تبادل إطلاق النيران ما بين العناصر الإرهابية وما بين الأجهزة الأمنية. الأمر ده أسفر عن مصرع 13 من العناصر الإرهابية، وكان معاهم 6 بنادق آلية و4 بنادق خرطوش وعبوة متفجرة و2 من الأحزمة الناسفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق. حفظ الله مصر مما يحاك لها. وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت نتائج لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات ما بين العاملين، الموظفين، العمال، السائقين، وده على مستوى المؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة. المبادرة دي مهمة جدا، لأنه هذا الإعلان بيضمن لنا كمواطنين وكناس بتروح تخلص مصالحها أنه يكون اللي بيتعامل معايا يقظ وعلى قد المهمة دي، وعارف أهمية المشكلة اللي المواطن بيحكيها له أو جاي يخلص أوراقها. اللجنة دي كشفت على 102 ألف موظف في كل الوزارات وفي المؤسسات والمديريات اللي بتتبع للوزارات في كل المحافظات وليس القاهرة فقط، وده في الفترة من مارس 2019، وإحنا اتكلمنا في هذه الانطلاقة اللي كانت على ما أتذكر بتتوازى مع حادث القطار، حادث محطة مصر، وكان هنا في مهمة ثقيلة جدا وكبيرة جدا، لأنها بتسعى للكشف عن موظفين بأعداد كبيرة داخل المؤسسات والوزارات. اللي حصل بعد ما تم الكشف من شهر مارس 2019 من وقت ما اتكلمنا عنها، ان النتيجة بتقول الآتي: تبين تعاطي 2040 حالة للمواد المخدرة، 2040 حالة من الموظفين بنسبة 2% بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف. ايه ابرز مواد التعاطي؟ ايه ابرز ما بيأخذه العدد ده اللي قلنا عليه 2040؟ الحشيش والترامادول. بيتم بإحالة الموظف على الفور اللي تم ثبات انه هو بيتعاطى الحشيش او الترامادول والمواد المخدرة الباقية، لكن دول اكتر 2 من انواع المواد المخدرة اللي بيتم تعاطيهم. تم احالتهم فورا للنيابة الادارية، تم التعامل معهم على المستوى القانوني على الفور، واجراءات قانونية اخذت معهم، والاجراءات دي بتوصل فيها العقوبات للفصل من العمل تماما، والورقة اللي بتكون في ملفه انه هو فصل علشان هو بيتعاطى مخدرات، وبالتالي الملف ده غالبا بيبقى غير صالح للتعامل بيه في اي مؤسسات تانية او في اي جهات حكومية اخرى واكيد خاصة. وهنا جرس انذار كبير لاي شخص بيستهون بحياة اللي بيتعامل معاهم، لان هو اصلا تستهون بحياته لما تعاطى هذه المخدرات، فبالتالي هو بيستهون بعد حياته بحياة الناس، بحياة المواطنين والمدنيين، لانه ممكن كمان يكون بيتعامل مع ارواح. المنظومة لازم تتزن، المنظومة لازم تنضبط، الأرواح دي ممكن يبقى سايق بيهم قطر، ممكن يبقى سايق بيهم أتوبيس، أو بينقل مواد خطيرة وده بنشوفه
واحنا سايقين مثلا على الدائري بيبقى مكتوب انها مواد شديده الخطوره، يبقى هنا لازم يبقى اللي سايق قبل ما يبقى مكتوب انها مواد شديده الخطوره يبقى هو كمان على علم باللي هو شايله باللي هو بينقله، وعلى علم بالمسؤوليه اللي على كاهله وبالمسؤوليه اللي لازم يكون يقظ ومصحصح لها كده، وما يبقاش شارب مخدرات لانه ممكن يروح يعني هو والناس اللي حواليه في يعني ورطه لا قدر الله إذا ما كان متعاطي مخدرات. المهمة دي اللي قامت بها الوزارة أوضحت أيضا أن من يطلب العلاج من الإدمان طوعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان، ودي من أهم الأمور اللي أخذتها الوزارة، لأن هو ممكن يكون عرف اللي بيحصل ده، وممكن يكون حد دلوقتي بيسمع عرف أنه في إجراءات قانونية وفي عقوبات مشددة والموضوع كبير ومهم وما بيتمش التعامل بشكل عادي أو هيتم التجاوز عن أي شخص لأي سبب. لا، الكل سواء، لأنه في النهاية دي أرواح ناس. دكتور إبراهيم عسكر مسؤول برامج التوعية في صندوق مكافحة الإدمان معانا على التليفون، برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك يا فندم، مساء الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. دكتور إبراهيم، يعني في البداية أنا اتكلمت بشكل عام عن النتيجة اللي وصلت لها وزارة التضامن الاجتماعي بعد لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات ما بين العاملين والموظفين والعمال والسائقين ما أدت مهمتها. الأرقام دي يا فندم بعد ما قرأناها كده شايف نسبتها ازاي؟ وحضرتك شايف الأمور واصلة بينا لفين؟ ما بين موظفين وعمال وسائقين ممكن يكونوا بيتعاطوا الحشيش والترامادول بما أنهم أهم أنواع المواد المخدرة، يعني شايفين أنه ده مش هيأثر على عملهم؟ الحقيقة يا فندم فعلا زي ما حضرتك تفضلت كده إن إحنا عندنا مجموعة، وإحنا هنا مش بنعمم طبعا، إحنا بنتكلم على الأرقام اللي وصلت ليها النتيجة النهائية. اتفضل يا فندم. ده صحيح، ده صحيح. إحنا عندنا مجموعة من الأفكار والمعتقدات المغلوطة اللي بيتم الترويج ليها بشكل غريب جدا. أيوه. ما بين أغلب فئات المجتمع وخاصة الفئات اللي تم الإعلان عنها الموظفين والعمال والسائقين. علشان كده إحنا كنا سباقين قبل كمان ما ننزل في الحملات ديت ونشتغل ان يكون فيها يكون عندنا اليات للتوعيه كثيره جدا علشان خاطر ان احنا نقول للناس خلي بالكم احذروا في علاج موجود. ورغم كده لم نقل عن ان احنا كانت عندنا حملات مستمره بشكل مضغوط جدا على مستوى جمهوريه مصر العربيه طبعا. تمام. في اطار توجيهات السيد رئيس الجمهوريه والتوصيات السيد رئيس الوزراء والتكلفات الكبيره جدا اللي عملتها الدكتوره غاده والي والدكتور عمرو عثمان في ان احنا لازم نكون متواجدين في اماكن كثيره على مستوى الجمهوريه بالكامل. تمام. فال 102,000 موظف يا فندم لما تيجي تشوفيهم تلاقينا موجودين على خريطه الجمهوريه على مستوى الموظفين بالكامل. عاوز اقول لحضرتك على حاجه سؤالهم الحقيقه ان كانت في ناس كتير جدا من الموظفين لما كنا ندخل مصلحه او مكان له او انتوا جيتم ده احنا ما كناش مصدقين ان انتوا تكونوا موجودين وشغالين وان انتوا هتستمروا. لا بالعكس ده احنا مش عارف ايه يعني هي دي النقطة اللي كنت بتكلم فيها انه الامور مش هتمشي بشكل يعني ممكن يحصل فيه اي راحة او اي تباطؤ او هيتم تأجيل مثلا محافظة معينة او مؤسسة معينة. الامور ماشية بدقة بخطة زمنية موضوعة لكل المحافظات على كل المؤسسات التابعة للوزارات والمديريات للموظفين العمال السائقين، الموضوع بجد. علشان لو في حد بيسمع دلوقتي لازم يتجه إذا ما كان عنده مشكلة في تعاطيه لأي من المواد المخدرة وهو موجود في جهة بيتعامل فيها مع الناس ومع الأرواح مع في شغله بشكل عام، موجود في أي مؤسسة، لازم يتجه لطلب علاج الإدمان. طلب بقى علاج الإدمان يا دكتور إبراهيم، ممكن تقولي إيه اللي بيحصل لو شخص عايز يطلب العلاج علشان تتحسن أوضاعه علشان ما يقعش في مشكلة في حياته؟ احنا عندنا الخط الساخن 16023. الخط الساخن عاوز اقول لحضرتك ده 24 ساعة متاح لكل الناس على اساس ان اللي حابب ان هو يتواصل معانا يطلب العلاج، العلاج عندنا بالمجان والسرية تامة. ده برضه من النقاط المهمة جدا اللي احنا بنشتغل عليها، ان احنا النهارده وصل عدد المراكز العلاجية ل 23 مركز علاجي موزعين على اكثر من 14 محافظة. ففي اغلب المحافظات فيها مراكز. أيوة. واغلب المراكز ديت مراكز مرخصه وتابعه او احنا بنتعاون مع مستشفيات القوات المسلحه، نتعاون مع المستشفيات الجامعيه، بنتعاون مع
مستشفيات الامانه العامه للصحه النفسيه. فكل دول احنا مشاركين مع بعض عشان ننفذ الخطه القوميه بتاعتنا، سواء كانت في العلاج او في الوقايه او كمان في موضوع الكشف المبكر. فانا بقول لكل الناس لو سمحتم، اللي حاسس او اللي عنده الرغبه في العلاج يتواصل على طول معانا، ويتصل بينا على الخط الساخن 16023 علشان يتاكد اولا من الماده اللي بياخدها، او ان هو عاوز علاج، وبالتالي لما تنزل له الحمله وبيكون معاه هو الروشتات بتاعته ومعاه علاجاته وعنده ما يوثق ان هو بيتابع معايا العلاج في صندوق ادمان، وبالتالي بيعفى من المسؤوليه في هذا الامر. شكرا جزيلا دكتور ابراهيم عسكر، مسؤول برامج التوعيه في صندوق مكافحه الادمان، شكرا جزيلا لحضرتك. نروح لتطورات الاوضاع في لبنان. لبنان طبعا بقى لها فتره بتشهد مظاهرات كبيره، وكان في ظهور لسعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية في أكثر من مرة في هذه المظاهرات، وكان بيتحدث عن تحسين أوضاعه، وكان بيتحدث عن مطالب يشعر بها المواطن نزل الشارع علشانها. النهاردة سعد الحريري أعلن أنه سيقدم استقالته من منصبه، وده كان في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون على الهواء مباشرة. سعد الحريري قال أنه حاول وقف التدهور في لبنان، وأضاف حاولت إيجاد مخرج نستمع من خلاله لصوت الناس ونحمي البلد من المخاطر الأمنية والاقتصادية. وقال في كلمة سريعة: وصلنا إلى طريق مسدود، وصار لازم نعمل صدمة جديدة، وأستوجه إلى قصر بعبدة لتقديم استقالتي لرئيس الجمهورية. نصا كما ذكر وعلى حد تعبيره سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية يعلن استقالته وتوجهه لقصر بعبدة. في الوقت طبعا ده شهدت شوارع لبنان احتفالات فور إعلان الحريري استقالة الحكومة، كانت صدمة، صدمة إيجابية. وقالت تقارير صحفية أن أنصار لجماعة حزب الله اللبنانية وحركة أمل اشتبكوا مع محتجين عند أحد الحواجز على طريق رئيسي في بيروت وهدموا خيامهم. طبعا الأمر ده دفع الشرطة للتدخل. عايز أقول كمان أنه بعد هذا الإعلان اللي بنشوفه دلوقتي لرئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري وأنه هيتوجه لقصر بعبدة، هو راح فعلا قصر بعبدة من متابعتنا للأحداث النهاردة، راح للقصر وطبعا أكيد كان في مقابلة مع الرئيس اللبناني ميشيل عون، لكن خرج دون أي تصريح، خرج دون أي إعلان عن ما حدث في هذه المقابلة. معنا دلوقتي على التليفون الأستاذ رفيق شلالة المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية اللبناني. برحب بك يا أستاذ رفيق، أهلا بحضرتك معنا في هنا العاصمة يا فندم. أهلا بك أستاذ رفيق. العاصمة بيروت اليوم، كيف كانت استجابتها لقرار سعد الحريري؟ عفوا ممكن تعيد السؤال؟ كيف كانت استجابة لبنان اليوم لاستقالة سعد الحريري؟ والله طبعا المعتصمون والمتظاهرين رحبوا بهذه الخطوة واعتبروها أنها جزء من المطالب التي رفعوها، واعتقد ان يعني سيحتل غدا بعض التفكير في التنقل على الطرقات، لانه تمت دعوات لرفع الحواجز التي كانت تصيب في الشوارع والطرق الرئيسيه. طيب استاذ رفيق، تفضل تفضل يا فندم. باستكمال هم يطالبون باستكمال المطالب التي كانوا رفعوها. ايوه. وهذا الامر سيتبلور خلال الساعات المقبله. تمام. طيب يعني هل في اي انباء او اخبار عما تم في بعبده بعد اعلان الحريري للاستقاله؟ عندما اتى الرئيس الحريري الى بعبده قدم استقاله حقيقيه الى الرئيس عون. الرئيس عون طبعا استلم الاستقاله ويتمهل في درسها بانتظار ان يقرر غدا قبولها وفي وقت لاحق. طبعا وطلب الرئيس الحريري ووزراء تنفيذ الاعمال الى ان على ان يحدد لاحقا موعد الاتصالات النيابيه الملزمه لاختيار شخصيه جديده لرئاسه الحكومه، قد تكون الرئيس الحريري او غيره. هذا امر يقرره النواب من خلال الاستشارات التي يجريها رئيس الجمهوريه. طيب ماذا يا فندم عن الموقف الحالي، يعني بعد اعلان الحريري لتقديم استقالته الى رئيس لبنان، ما هو الموقف ل يعني انضباط الشارع اللبناني في هذا التوقيت الدقيق من عمر لبنان؟
كما قلت لك بعض الحراك البدوي اعلن عن ترحيله بالاستقاله ووعد سحب الاشخاص الذين يقطعون الطرقات خصوصا في المناطق الشرقيه من بيروت. هناك المعتصمون في ساحات الشهداء ورياض الصبح وطرابلس ما زالوا في اماكنهم، لكن اكيد يرفعون شعارات الباقيه من الشعارات التي رفعوها. اعتقد ان الايام المقبله يمكن ان تحمل تطورات ايجابيه حول هذه المساله. يعني كانت معنا انباء عن تقارير صحفية أن أنصار جماعة حزب الله اللبنانية وحركة أمل اشتبكوا مع محتجين عند أحد الحواجز على الطريق الرئيسي في بيروت وهدموا الخيام، الأمر الذي دفع الشرطة للتدخل. هذا حصل مع الأسف حوالي الظهر وبعد الظهر قبل استقالة الرئيس الحريري نتيجة اعتراض الأشخاص الذين كتبت عنهم، اعتراضهم لهتافات أطلقت بحق رئيس حركة أمل رئيس نواز نبيل بري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. حصلت بعض الهتافات من قبل المتظاهرين، اعتبر أنصار الأمل وحزب الله أنها ما نالت من كرامة رئيس المجلس والأمين العام للحزب، فقاموا بردة فعل، ولكن القوى الأمنية استطاعت أن تضبط هذه التحركات وأمكن السيطرة على الهدوء مجددا، وعاد المتظاهرون مساء مرة أخرى إلى الساحات من أجل استكمال اعتصامهم، وهم الآن حاليا طبعا ليسوا بأعداد كبيرة كما كانوا في الأيام الماضية، لكنهم الآن في الساحات ينشدون ويرددون الهتافات وما زال. شكرا جزيلا أستاذ رفيق شلال المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية اللبناني. صدمة إذن إيجابية في ردود الأفعال في الشارع اللبناني بعد إعلان سعد الحريري للاستقالة، بعد ما قال أنه وصل لطريق مسدود، حاول نزع فتيل الأزمة ببعض الأمور اللي اتخذها من المطالب اللي كانت يعني موجودة في الشارع اللبناني في المظاهرات، كانت المطالب يعني كثيرة وخاصة بالأوضاع الاقتصادية، حاول تخفيض رواتب الوزراء والنواب لكن المحتجين رفضوا، وفي حديث كان عن تعديل حكومي لكن المحتجين أيضا استمروا في وجودهم في الشارع، وبدأت الأمور بقى تأخذ طريقا خاصا باستقالة الحريري ورحيله هو وحكومته، وده اللي نفذه النهاردة سعد الحريري لما ألمح أنه هيستقيل وأعلن أنه يعني إذا زاد المتظاهرين هيكون في انتخابات مبكرة. وهنا الحريري كان يعني يقول وبيمهد أنه في استقالة، وفعلا حدث ما ألمح له سعد الحريري وقدم استقالته تنفيذا لمطالب الشارع اللبناني اللي حاول أنه يعني يحقق له ويستجيب لبعض من ما كان بيسعى ليه الشارع اللبناني، لكن رفضوا وكان في المطالب بيرتفع. البداية كانت في 17 أكتوبر المظاهرات زادت والصور كانت يعني بتشير إلى أن الأعداد في نسبة متصاعدة جدا، وكانت كمان المطالب بتزيد مع الأعداد، وكانت أيضا هناك بعض المحاولات بالتوازي مع زيادة الأعداد في الشارع اللبناني لنزع فتيل الأزمة قدر المستطاع. مظاهرات لبنان طبعا كان العالم بيتابعها عن كثب، كان العالم مشغول بالأحداث في لبنان، المظاهرات كبيرة وكان الأعداد أيضا كبيرة، والنهاردة زي ما ذكر أستاذ رفيق أنه بدأت الناس خلاص يعني تقل في أعدادها بشكل لافت جدا بعد إعلان الاستقالة. حفظ الله لبنان. في إطار الجرائم اللي ارتكبها الرئيس التركي أردوغان والجيش التركي في العدوان على الشمال السوري خلال الأيام الماضية، كان في جرائم حرب
ضد المدنيين في الشمال السوري، عرضنا البعض منها وبنعتذر إذا كانت المشاهد صعبة، لكن المشاهد دي هي اللي بتدين إردوغان، هي اللي تخلي إردوغان يقف أمام القانون الدولي ويعاقب على ما يفعله. إحنا مرضناش كمان نخلي الصوت موجود لهذا المقطع اللي بيتم فيه ضرب مدنيين وشباب بقسوة في الشمال السوري. الناس دي عادية جدا، الناس ما بتعملش أي حاجة، المشاهد صعبة جدا، بيتضربوا ليه؟ وهو أساسا العدوان ليه؟ هو أساسا الأتراك موجودين ليه في الشمال السوري؟ من سمح له بتجاوز المواثيق الدولية؟ من سمح له بانتهاك الإنسانيات بهذه الصورة؟ من سمح لإردوغان أنه يستبيح دم الأبرياء بالطريقة دي؟ تداولت عدد من المنصات التركية المعارضة هذا المقطع، الأتراك المعارضين تداولوا هذا الفيديو اللي احنا بنعرضه على حضراتكم، اللي بيوثق جرائم إردوغان ضد السوريين في شمال شرق سوريا، بيكشف ما يقوم به جيش إردوغان من انتهاكات ومن تعذيب ومن ترويع للمواطنين، ده بالرغم من الإدانات الدولية والعربية الرافضة للعدوان التركي على سوريا. يرصد الفيديو عملية تعذيب بتقوم بها القوات التركية ضد مواطنين عزل في سوريا، واضح يعني، شوف حضرتك في الفيديو ده، يعني في تعدي وحشي وغير إنساني على الناس بشكل كده مباشر، إرهاب وتخويف لأطفال. أنا أتصور أنه كمان يعني اللي في الصورة معانا ده مش شخص كبير، أجساد ضعيفة، أجساد لا تستحمل ما يحدث، يعني هيموتوا في إيدهم. الناس رفضت في أوروبا، المسؤولين، الدول ما يحدث، وفي عقوبات على إردوغان على فكرة حصلت فعلا وبدأتها ألمانيا. وأنا أتذكر أن أول خبر عاجل جالنا كان من ألمانيا، تلتها فرنسا، كانت أخبار عاجلة بعقوبات تقع على إردوغان تجاه ما يحدث في الشمال السوري، إلى أن وصلنا للهدنة وإلى وساطة كانت من الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الهدنة، اخترقها طبعا كعادته، وبعد كده المفروض انه التزم فيها. فين بقى الالتزام اللي بنتحدث عنه وسط هذه المقاطع؟ هو يعني الهدنة بتتحدث عن وقف إطلاق النار وضرب الناس في الشوارع بالطريقة دي؟ الهدنة هي توقف لأي أعمال عنف، لأي أعمال تطرف، ده تطرف وإرهاب ما يحدث الآن في هذا الفيديو، هو أيضا إرهاب وحالة من الهلع والفزع في قلوب المدنيين. ذكرت الصحف وتحديدا صحيفة ذهل الأمريكية أن مجلس النواب الأمريكي سيصوت بفرض عقوبات إضافية على تركيا خلال الأسبوع الحالي ردا على ما يحدث في الشمال السوري. وأوضحت الصحف الأمريكية أن المشرعين يقومون بدراسة كيفية الرد على قرار ترامب بسحب القوات الأمريكية من شمال سوريا والغزو التركي اللي تلا هذا القرار، لأنه طبعا أول ما أعلن ترامب أنه هيسحب القوات الأمريكية كانت ثمرة استغلها على الفور إردوغان، وبعد كده طبعا قيل ان القوات التركية الامريكية موجودة، لا انسحبت ولا حاجة. ما يحدث الان في تركيا جريمة حرب يعاقب عليها إردوغان. هنروح لواحدة من المشروعات الكبرى اللي قدمت فيها الدولة خلال السنوات الأخيرة الكثير، وهي مشروعات الطرق الكباري في مختلف المحافظات. هنتابع مع حضراتكم هذا الإنجاز اللي تم تحقيقه في هذا المجال، وهنلاقي طبعا تغيرات حصلت في محافظات كثيرة بالنسبة للكباري، بالنسبة للميادين الرئيسية، طفرة إلى شهدتها مصر في قطاع الطرق خلال السنوات الأخيرة. هنشوف أين كانت هذه الإنجازات ورصدناها مع حضراتكم بالكاميرا. خلينا نتابع هذا التقرير مع بعض. طفرة هائلة شهدتها مصر في قطاع الطرق خلال السنوات الأخيرة، مما حقق لمصر مؤشرات قياسية في التصنيف العالمي. خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2019 بلغ إجمالي الأطوال المنفذة من الشبكة القومية الجديدة للطرق المرحلتين الأولى والثانية 4500 كيلومتر بمعرفة وزارات الدفاع والنقل والإسكان، وذلك بتكلفة إجمالية 75 مليار جنيه، ومن أهمها طرق وادي النطرون العلمين 135 كيلومترا
والصعيد البحر الأحمر سوهاج سفاجة بطول 180 كيلومترا، والقاهرة السويس في المسافة من الدائري الإقليمي حتى السويس بطول 70 كيلومترا، وشبرا بنها الحر بطول 40 كيلومترا، والقوس الشمالي من الطريق الدائري الإقليمي بطول 90 كيلومترا، وطريق الجلالة بطول 82 كيلومترا. وجاري العمل حاليا في 1300 كيلومتر أخرى بتكلفة 25 مليار جنيه، من أهمها القاهرة المنيا الصحراوي الغربي بطول 230 كيلومترا، وسفاجة مرسى علم بطول 200 كيلومترا، ومحور 30 من يونيو بطول 95 كيلومترا، وأسيوط سوهاج شرق النيل بطول 145 كيلومترا. ومن المخطط تنفيذ 1200 كيلو متر أخرى ليبلغ إجمالي أطوال الشبكة القومية الجديدة للطرق 7000 كيلو متر. أما عن محاور النيل فقد بلغ عدد المنفذ منها منذ يونيو عام 2014 سبعة محاور. أما عن صيانة شبكة الطرق الحالية فقد تم الانتهاء من تطوير وصيانة ورفع كفاءة 5000 كيلو متر من شبكة الطرق الحالية بتكلفة 15 مليار جنيه، ومن أهمها طريق سوهاج قنا الصحراوي الغربي بطول 140 كيلو مترا، وطريق المحلة كفر الشيخ بطول 32 كيلو مترا، وطريق طنطا كفر الشيخ بطول 26 كيلو مترا. أما عن الكباري المنفذة أعلى مزلقانات السكة الحديد وعند التقاطعات الرئيسية على الطرق فقد تم إنشاء ما يقرب من 250 كوبري بتكلفة 30 مليار جنيه، ومن أهمها كباري سندوب ودمنهور التوفيقية وقوس وكباري طريق القاهرة السويس وأجا ودهشور. طارق أحمد، هنا العاصمة.